دعا امام زمانہ کی سارے مومنین مل کے باجماعت تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجت ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد مل کے بواز بلند صلوات. بہت بڑی عبادت ہے مل کے سارے بواز بلند اس عبادت کو بجا صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت بابا دے بلند صلوات. اللہ علیہ وسلم اعوذ العلیم من الشیطان اللعین الرجیم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم فغاسلي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بابا دي بلند صلوات پڑھیں. موالیان حیدر کرار محبان محمد و اہل بیت محمد تشریف فرمائے. میں آج کی اس مجلس کا پہلا جملہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا اور وہ ہے درود کی عظمت و فضیلت کا. آدم کے